الفيديوهات اللي انا عملتها دي كانت وثيقه بقى بالنسبه لي. تامر امين في ندوه صحفيه بموقع بصراحه، في حوار خاص مليء بالمفاجآت والاسرار. عشان كده انا تلاقيني طول الوقت من اكثر المذيعين الحمد لله اللي عندي مرونه في الحكايه دي. طول الوقت اي مقدم برامج مذيع في التلفزيون اعلامي بقاله سنين طويله بيقعد قدام الشاشه بيبقى طول الوقت خايف على خط المصداقيه اللي بيبنيه وبيشتغل عليه مع جمهوره. صحيح. ازاي بتحافظ على ده وانت كل يوم على الهواء معرض للاشتباك في قضايا مختلفه بوجهات نظر مختلفه؟ بص طبعا المصداقيه دي هي الاساس اللي بيتبني عليها ثقة المشاهد في الإعلامي اللي هو بيتابعه. والمصداقية زي ما أنتوا عارفين عمرها ما بتيجي في يوم وليلة، ولا نتيجة خبطة ولا رأي ولا سبق ولا حلقة مميزة ولا كده، دي تراكم. المصداقية تراكم سنوات طويلة وعمل كتير ومهنية كتيرة وشغل كتير قوي عشان تكسب مصداقية المشاهدين ليك. بس هو المصداقية هنا بتبقى على المحك زي ما أنت قلت. ليه؟ لأنه انا زي ما بيقولوا بلدي كده مثلا، انا مش بغسل ضامن الجنة. انا ممكن اطلع اقول النهارده معلومه او حتى اطلع اقول رايي ويطلعوا مش مظبوطين او مش دقيقين او يحصل عليهم تطوير ومراجعه وكذا. هنا الموضوع بيتحول بقى من المصداقيه بيتحول الى فكره الاحترام، ان المشاهد بيحترمك طول ما انت محترم. انا ممكن اطلع النهارده اقول معلومه غلط، بس لو طلعت بكره عندما يتبين لي الصح واصلحها واتراجع بشكل محترم عن الموقف اللي كنت متبنيه او الطريقه اللي انا قلت بيها المعلومه، هنا المشاهد يحترمك اكتر، لان انت ما كبرتش ولا زيفت الواقع ولا حاولت ان انت تقول ان هو مش فاهم او مش متابع او مش هيفتكر او كذا. عشان كده انا تلاقيني طول الوقت من اكثر المذيعين الحمد لله اللي عندي مرونه في الحكايه دي. مش مشكله ان انا ان شاء الله اطلع اعتذر كل يوم لو رايت انه اللي انا قلته ليس بالدقه الكافيه، لان المشاهد بيبني موقفه على كده. لكن في فرق ما بين بقى المصداقيه والاحترام، في فرق ما بين الثبات. الثبات على المواقف والثبات على المبدا هو ده اللي المشاهد ما بيهزرش فيه. وده اللي يمكن الحمد لله رب العالمين اللي خلاني اكسب جزء كبير من ثقه الناس، انه خلال ال 20 سنه او ال 23 سنه اللي انا اشتغلتهم في مجال الاعلام، 23 لا اكتر يمكن دلوقتي داخلين على 25 من سنه 97 98. ال 25 سنه اللي اشتغلتهم في مجال الاعلام ممكن اكون غلطت، طبيعي كلنا بنغلط، وعملت هفوات وعملت زلات، وممكن قلت معلومات غلط وبعدين صلحتها، وقلت مواقف واراء من وجهه نظري خطا وبعدين صلحتها. بس عمري ما قلت مبدا وتراجعت عنه، او عمري ما اتكلمت عن منهج معين او اسلوب معين وغيرته. عمري ما رحت الموقف سياسي وغيرته رغم كل التقلبات السياسيه اللي حصلت في مصر 2011 2013 2014 ثم ما الى ذلك. ويمكن ده اللي وقع مذيعين كتير واعلاميين كتير كانوا صيتهم شديد. المواقف السياسيه المتباينه اللي عملوها اثناء التغيرات السياسيه اللي حصلت في مصر، وركوب الموجه في بعض الاحيان والتلون في بعض الاحيان والمصالح والاجندات في بعض الاحيان، خلتهم يقعوا، كانوا ملء السمع والبصر، ودلوقتي خلاص حتى لو في بعضهم قعد في البيت تماما، وفي بعضهم بيشتغل دلوقتي بس بيشتغل ولابس طاقة لخفة، المشاهد مش شايفه لأنه خلاص فقد مصداقيته. الحاجة اللي تخليك طول الوقت محترم نفسك والمشاهد يحترمك حتى لو غلطت أو حصل بينك وبينه خلافات في وجهات النظر، أنك ثابت على المبدأ. وتجيب بيوتيوب، اليوتيوب دلوقتي أصبح ميزة عظيمة، أرشيف القطة ما بتكتبش زي ما بيقولوا. ارجع للكلام اللي كنت بقوله قبل 2010 وبعد 2011 وقبل كذا وكذا وكذا وكذا. يعني أنا مثلا أذكر ان انا من 2011 ده انا كنت قايمه سودا. حصل وقت 25 يناير انا كنت قايمه سودا مع مجموعه من الشخصيات العامه زي شيخ الازهر وقناه البابا شنوده الله يرحمه، مع حسن شحاته، مع مش عارف عادل امام. كان في قايمه سودا كده لمجموعه من الاعلاميين والفنانين، الميدان كان متخيل ان هم دول اعداء الثوره وفلول النظام ومش عارف ايه.